أهلا بكم في مدينة عزاز. الآن نحن في استقبال كل من الولف والباندا الذين قدموا من مكان بعيد. عزاز مدينة حدودية على باب السلامة تبع تركيا، وبتضم عدد كبير من النازحين واللاجئين. شو سبب نزوح؟ السبب كل الناس بتعرفه، الحرب والدمار وال ايش بدي اقول لك يعني. بتتابع شي كاس؟ طبعا شوي يعني. فريق والله طلعوا كل فرقنا المشجعون طلعوا. شو صف هلا هيك احلى يعني كاس. شو عجبكم؟ هيك حجات نحن اكثر شيء مسؤولين فيها، معروفين فيها اكثر شيء. في عنا خليصة كنافة مسؤولين فيها اكثر شيء. عنا حجات هذا كله في الساحة لبين. هاي اسرع فول بتلاق منه؟ مرحبا، شو اسمك انت؟ سليم. وانت؟ تسنيم محمود. ثالث. تابع شي مباريات كاس؟ ايه. شو مين فريق؟ اسجل فريق الاحمر. هنا فريق احمر. شو اسم لاعبك المفضل؟ أرجيلي. معسل وفحم بشرب أرجيلي. دوبا. حاج دخن بعدين بتضر بصحتك. حاج أعطيه الأرجيلي للشب. هيك بكون انتهت جولتنا اليوم في مدينة عزاز. شو بتحبوا تقولوا للجمهور؟ يلا عملوا كلياتكم معهم هيك. يلا باي باي.